استغفر الله. بون هكذا بدايه طلع. السلام عليكم، صح افطاركم؟ كما قلنا البارح ثم نديروا لايف مع لاعب سابق المولودية الجزائر محمد دراك. نتمنوا كما هدرنا البارح يكون لايف في المستوى، يكونوا اسئله باحترام. خاوتنا انا في شهر رمضان كما قلنا البارح، يوم مبارك بدون سب بدون شتم، ان شاء الله يجوز بخير، ان شاء الله ما تسبوا ما والو هكذا، باش ما نحبسوا لكم لي كومونتير، باش ما نطيحوش في المشاكل تاني معاه. تما الضيف تاعنا ولاعب تاعنا سابق، تما يبقى حوار باحترام ان شاء الله. راح نطلع السلام عليكم. السلام عليكم، صح افطاركم؟ صح افطارك، صح رمضانك، صح رمضانك ان شاء الله، ما تقبل منا ومنكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. لاباس خويا بيا؟ الله النعمه وانتم صافا. والله غير تعب يا الحمد لله. الحمد لله. كيفاش؟ شتك لابس تريكو تاع مولودك؟ قلت انا ثاني نلبس ياه، كاع نلبس. انا لبست لك هذا بالعاني، تعرفوا تريكو هذا. هاوليك هذا جديد هذا. مش عاد تاع 2009 2010. اي وي. لاباس خو بيا؟ الله النعمة وانتم صافا. كيفاش مع رمضان؟ والله غير الحمد لله صافا. شوية عباك مع اللي دارني جور هادو، تجي شوية لا فاتيك، تحس باللي العيا وراسك يوجع وكذا، مي بون صافا الحمد لله. وقت أقلم مع الكونفينمون هذا من الحجر المنزلي. والله غير والفنا صافي دو موا دوكا والفت انا. بون ما نقدرش نقعد في الدار اج 24 يوميا، نخرج نوطريني تنحي هذيك الديفولي، تنحي هذيك الغمه تاع الدار تاع تولي سيتو. حنا ديجا فلافي بروفيسيونال تاعنا نونترينو ندخلوا للدار. شغل انا ديجا شغل راني حاكم الريتم تاع مام قبل الكونفينمون. تسمى تونتريني تدخل دارك في الدار كيف ما تبدل عليا والو. تسمى البروغرام تاع لي زونترينمون مساعدك بيان؟ اي بيان سور. بون رمضان شويه دبدبني انا في رمضان ما الاخر، مي بون كومبونسيت بلي ماتش في الحومه هكذا، تعرف يلعبوا هكذا. ما كنت قبل رمضان كنت نوطريني وحدي في الغابه في البحر كدا ايتو في لاصال ميسكيلاسيون. ابري كي دخل رمضان دوكا اللي داير غير لي ماتش غير لي سيكس لي سيكس لي بصحتك يا اخو، راك تاهي فين؟ كيما يقول لك نبداو بالاسئله وان شاء الله تجاوب بصراحه. الانصار هذولهم ما تعادش يمشي يسمعوا دراك يهضر. والله بيان سور. السؤال الاول يقول لك دراك لعب في عده، نعم اسمح لي، دراك يقول لك لعبت في عدة أندية كبرى بالجزائر، أولها فريق أولمبي العناصر ثم شبيبة القبائل ثم موسمين في المولودية، هل تجاربك السابقة تعتبرها ناجحة قبل التحاقك بالمولودية؟ بيان سور. أنا درت لا فورماسيون في لوامار وين لعبت 3 سنين عندهم، عامين سينيور وعام اون جونيور الحمد لله. و سي مالغري ما لعبتش بزاف، مي سيت مبين وين شافوني دوطر كلوب وين ابري جي سيني على جياسكا، وين العام اللي موراها ديت شامبيون معاهم، وين لعبت غريب 20 ماتش ولا الحمد لله. جي بارتيسيبي و جي كيما عطاوني لا ريفيلاسيون دلاني هذاك العام هذاك وين ايمون ديكوفر. ابري العام اللي موراها جيت المولوديه بدات القصه. صيف 2018 اداره المولوديه اتصلت بك، موسم 2009 غلط صيف 2008 نعم اداره المولوديه اتصلت بك الموسم سلام سلام اداره المولوديه اتصلت بك الموسم 2009 كنت بالوان المولوديه وهو فريق متوج بكاسين متتاليتين موسمين 2006 2007، ثم موسم 2008 موسم جاف على المولودية، هل كنت متخوف من الإمضاء في المولودية ومن أقنعك؟ والله شوف صراحة أنا ما كنتش متخوف وكنت حاب نسيني في مولودية،
مي بار ريسبي لجي اسكا، وين انا سينيت لو ديرني جوار تاع جي اسكا اللي سينيت اير، وين بار ريسبي وين سيتي تما اللي درت لي ديبي تاعي، كنت نستنى ان ابل تاع البريزيدون تاع الناشئ بي ما با ابلي، وكانوا عندي دي كونتاكت، جي شوازي ديريكت مولوديا باسكو سي مون كلوب دو كور، اي بي اي بي فوالا. مي بار ريسبي سينيت شويه روتار، انا في هذاك العام سينيت روتار بالك، كي دات في مولوديا سينيت انا بارمي لي ديرني جوار اللي غلقوا الميركاتو، سينيت مولوديا بار ريسبي البريزيدون تاع جي اسكا، كنت نستنى فيه عيط لي باش نعاود نيغوسي باش بتاتر نرينوفلي بتاتر، مي بون من المكتوب الحمد لله. الحمد لله. سؤال آخر يقول لك: أنت من اللاعبين الجدد الذين أنعشوا تشكيلة المولودية موسم 2009-2010، وتألقت مع الحاج بوغاش وبقية اللاعبين، ما سر ذلك؟ والله ما كاش، انا ديجا كي جيت كي سينيت في مولوديا ديجا لقيت لو جروب لقيتو ديجا تبدلوا بزاف لي جوار، طلعوا بزاف لي جان، ديجا لقيت لو جروب ديجا لقيتو سودي، وانا دخلت في الوسط عادي جدا، تم درت صحاب وكذا، تما كنا في كومبليسيتي بيناتنا الحمد لله الله ربي. يعني هذاك سهلوا لك اللاعبين. هذاك ما كان سهلوا لي، كان بابوش بصغير زدام ابري، كان حركه، انا سنيت انا وخديس وكدري وبوشامه وفوالا، والحاج حاج بوقاش وفوالا زي ما موسم 2010 كنت مدلل شناوة واللاعبين، وحتى المدرب آلان ميشيل كان يعول عليك في الكثير من اللقاءات، ما سرك مع هذا المدرب أو ما قصتك معه؟ ما كان حتى قصة، أنا رجلية ما قصته كان مع رجلية ولا معي أنا يعني مع المدرب، يعني ساعدك، تأقلمت معه في بزاف حاجات. على ميشيل ستان اونترينور اللي كيفاش يقولوا لا فاسون دو ترافاي تعجبني، شغل بيان يس برون با لا تيت، شغل ماشي اونترينور اللي فريمون يخليك لا ليبرتي، ما انت تيز ان اتاكون يخليك تلعب اليز، انا جامي قال لي لعب في بوست ولا وطريني في عنده في سي ار بي في بجايه بون مولوديا افون، ومن بعد زاد حكمني في بجايه وفي سي ار بي، حنا لي سورتو حنا لي زاتاكو نلعبوا الاز معاه، شغل ما يقولكش حكم بوست وقعد تما يحفرك تما، شو تلعب على دروات على غوست بوجي، تما يعطيك لا ليبرتي سي تو كوتي جو سي بور سا. مي بون ابري ما سروكا، انا فرحته هو دار فيها نعم. كونفونس وانا فرحته، دونك فوالا. يقول لك دراج: مع بداية موسم 2011 تستدعى لتربص المنتخب المحليين، وهناك تعرضت لإصابة خطيرة حدثنا عليها. مو في سوفينير يا هذاك سوفينير، بون مكتوب ربي، وين كنت ستاج، هذاك سيتي الدرني ماتش لعبنا ماتش اميكال مع المالي، وين كنت في لا ليست تاع طلعوني للا للا باش نروح نلعب مع ليرلاند ماتش اميكال فوالا، وكنت راح نلعب هذاك الماتش، اي بي من بعد نروح نولي نوطريني مع الا مكتوب ربي وتبليسيت وراح في بلاستي زرداب. نعم. سؤال آخر يقول لك: حزن كبير خيم على أسرة المولودية بعد تلقيك تلك الإصابة، وترك وحتى الأنصار قال لك غادتهم عمرهم في هذه الإصابة، يعني والله حيث لم يتقبلوا هذا الخبر بسهولة، حدثنا عليها. يعني شو الأنصار المولودية ما تقبلوش كيفاش دراك يستدعى المنتخب الوطني وترك المولودية، ويعني كاين ناس قال لك ضيعوه كسروه بالعاني، كاين كل واحد وش يهدر، واش تقدر تقول لنا على هذا؟ والله ما كاتب، انا ديت ضربه وين دوك نفهمك، انا ديت ضربه في لي جامو كروازي بوستيريور ماشي اونتيريور، انا لو كان ديت في الاونتيريور نوبيري سور بلاس، مي البوستيريور عندك 50% تقدر توبيري 50% ما توبيريش، باغ اكزومبل دابري الاخر حشود عنده كيما انا، مي ما اوبيراش او يلعب بها، نعم. شغل عندنا ضربه واحده نورمالمون هو يلعب بها، انا اوبيريت مي انا طولت باش اوبيريت، انا جو مي باسكو ما فهمونيش على ليبوك كومون سا كيفاش لا بليسير هادي قدام منا، مي بون يافي با المكتوب، لا مكتوب الحمد لله وخلاص، انا ليسونسيال انا الحمد لله جي
اوبيريتو بريتو او تريبرونيتو ومازال نلعب في لو نيفو دونك فوالا سي با الله يبارك. ماشي. دراج، مع تلقيك الإصابة لم تجدد في المولودية، لماذا ذلك؟ وما سبب مغادرتك سنة 2011 نحو شبيبة بيجاية؟ بون انا كي تبليزيت داروا عليا 360 دغري ابري كنت الاخر من بعد ما ميم با انكو تيليفون سورتو كي تبليزيت ميم با انكو تيليفون باسكو انا من بعد كي تبليزيت رحت للاسبيطار الاسبيطار ما حبوش اوبيريوني ما حبوش اوبيريوني قالوا لي دير ريدوكاسيون وتولي داكور درت لا ريدوكاسيون وليت بريمير ماتش لا تفالو مع بونغي لعبنا ربحنا زدنا رحنا للحراش بدينا نلعب وبديت نلعب وشنو في بديت نلعب 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 من بعد انا جونو تاعي بدا شغل عاود ولات لي شغل ما بريتش مليح عاودت ولات لي درني ماتش سيتي مع سطيف درنا نعم انا ماركيت وخلاص ومن بعد تما خلاص جونو جاني فور قلت لهم ما نقدرش انا من تما ما والو لوبيراسيون درتها بدراهمي ديجا من بعد دراهمي ما شغل ما مو كان قادر يعاونني ماليش غير في التليفون يهضر معايا شغل اباك راك تعرف داروا عليا 360 اي بي فوالا اي كوم انا عندي دي برينسيب وين مالغري تو ما فوالا هادي هي دوك جات هكذا وخلاص انا هو ما حبش يرينوفلي لي صح سي فري لي لي سوبورتور داروا له ضغط كبير وقدام منا مي هو او فون دو لوي ما حبش ديجا هو فوالا سي تو دونك ما ندخلوش في اللي اليوم ندخلو. والله سؤال آخر يقول لك بعد جو بليسي بيرسون والله مانيش حاب معليش، او عندنا بس غير البارح تحدث فتح قلبه للجمهور، ناس سمعت وناس تفاعلت معاه، ناس دات المعلومة، يعني كيما نقولوا زعما الدراجم غالطين فيك، لا كاين ناس ومين ممكن ناس هم مكذبين هم مغلطينهم فيك، تقدر من هذا المنبر تقدر تجاوب الناس، تقدر ترجع اسكت تدافع على نفسك مباشرة، يعني ما كاش الناس اللي تقدر تكذب ولا تقدر تكذب عليك في الكتابة، ولا تقدر تجاوب مباشرة، الناس والله تفهم وتسمعك. يا خويا العزيز غير شوف هذا واش حكيت لك سا سباس دون تو الموند في نعم الموند قاعد في الموند قاعد يصرى تكون مليح راك مليح نهار اللي تنالي تبليسه ولا تولي ماشي مليح يدوروا عليك انا ماشي زعما هذا هو الفوتبول جاي هكذا انا تبليسيت دوك هما مصلحتهم دوك هذا يقول لك انا نوبيري يقعد سي موا ولا وي موا وانا نسحق دوك اتاك واحد اخر هما تاني شافوا مخرجهم فهمني شغل ماشي زعما شغل راح هما شافوا ليكيب شافوا المخرج تاعها وانا ما شغل فوالا رحت سينيت اير سيت وما زعما مانيش نلوم زعما خلاوني داروا عليا نو سي الفوتبول داير هكذا علاش يقول لك كي تكون مليح الفو بروفيتي برك هذا ما صح. سؤال آخر يقول لك بعد شفائك من الإصابة عدت مع جياسمبي وهو شبيبة بيجاي، ولعبت 40 لقاء في موسمين، سجلت 8 أهداف، كنت تريد العودة للمولودية، لماذا لم تعد؟ سلام سلام. لماذا لم تعد؟ ماشي انا بون ليستوار كيفاش هادي انا لا كنت اون فان دو كونترا في جي اس ام بي اي بي درت تما لعب دوزير درت اون بون سيزون وين كنت براتيكمون كنت بيان لا ما نماركيش نجي بيناتي ولا نمد باس ديسيزيف ولا كدا دونك فوالا درني ماتش لعبنا مع النجم الساحلي خسرنا 2-1 انا ماركيت خسرنا 2-1 جينا ليكيب ناسيونال عيطوا لي الابري اون فان كونترا كنت اون فان كونترا اي بي فوالا انا كنت حاب نسيني في مولوديا درت ارتيكل في جورنال بلي فوالا جامري بيان وكان نولي ومن هنايا ما عيطوليش ما الاخبار كنت ستاج هنايا واش درت صباح نط صباح خرجت من لوتيل من بوشاوي كنا في بوشاوي رحت لعندهم للسياج ديت معايا كارد ايدونتيتي دخلت كان كاوا وكان رفيق الحاج احمد كانوا شاهدين هما تما كانوا هما اللي كانوا تما دخلت لعندهم قلت لهم فوالا راني حاب نولي ثم راني حاب نولي ماشي زعما ديروا فيا مزيه راني مليح راني خارج من ليكيب ناسيونال واني بيان تما راني في لافورم تاعي عاوت ريبروني جامري بيان نولي
ديروا كونترا، ديروا لي دو كونترا. كان سينيا غربي البارح، كان انا كي جيت هو في الليله هذيك سينيا غربي صبري. قلت لهم علاش سينيا صبري؟ وانا والله ما كان على بالي شحال. قلت لهم كيما سينيتو صبري سينيوني، خلوني نروح، خلوني نعاود نولي للوطن. قالوا لي اصبر وكدايا ومنايا ونرجعوا لك لا ريبونس. كيفاش ترجعوا لي لا ريبونس؟ قلت لهم هاني جوار انا هنايا، هاني جيت لعندكم، كيفاش تقول لي اصبر؟ قال لك اصبر قدام منا لازم نتشاوروا كاع ونرجعوا لك لا ريبونس. يا فينالمون اوكي، عينهم كانت في المطر جوار وفي هو فوالا. يحيى شلت ما تحصلوها فيا، بدلنا ب 40 مليون. انا ديك 40 مليون كي نسمعها نحب الحمد لله نعم امي نبغى راحتك. نطرقوا له السؤال هذا. يقول لك لكن في الأخير أمضيت في شباب الوزداد في شباب قسنطينة وقضية 40 مليون، حدثنا عليها هذه. دوك قال لك اصبر، هيا داكور، قال لك اصبر غدوه نرجعوا لك لا ريبونس، غدوه نرجعوا لك لا ريبونس. هما كانوا اون كونتاكت مع، كانوا اون كونتاكت مع ليلو، يحيى شريف نوجه له فوالا تحية. كان، فوالا كان مسلم عليه خويا وصاحبي مقبيك كنت نهضر معاه. كان هو، كان هو في، كان في ايستر فوالا باش يجيبوه. وانا ديريني دوزيام صح سي فري، ديريني اون دوزيام بلون، باسكو عباك في لي ريكروتمون يديروك بلون ا بلون بي. عندهم هو بلون ا قال نجيبو فلان، اذا ما صدقش فلان نجيبو فلان. دونك فوالا انا كنت اون دوزيام بوزيسيون، هما كانوا نيغوسيو. انا اونتر طون سياسي داروا لي، انا انا قبل مولوديه قبل ما كاين الاخر، انا كاين بزاف لي كلوب عيطوا لي ورفستهم. قاعد على جال مولوديه قاعد نقول لهم اصبروا، انا تاني قاعد نقول لهم اصبروا، هما ما صبروش. سينيو سينيو اللي تما جابوا لي جوار بلون دو، بقات سياسي، بقات غير سياسي. سياسي دايريني انا بلون ا بريمير بوزيسيون، ودايرين عواد. آه عواد كان جياسكا، وكان ما نعم يجيبونيش انا يجيبوا عواد. دوك انا خممت دوك دايرين اون دوزيام، وانا على بالي بلي كان راح يسيني عليلو الحديث يقول لك مضى النهار مقبل عليه وما هدروش برك ما الله صرحوش يساهم، به. الله نعم يساهم، نعم الله يساهم. معليش انا ليسونسيال شغل كان على بالي بلي كانوا رايحين يسينيو، باسكو مادام يقول لك اصبر دونك فوالا هما مدوا الباكي وكاع. نعم دونك هادي انا سياسي قلت لهم اصبر، انا قلت لهم اصبر، وقالوا لي نو، يا تجي تسيني يا نسيني، وعندنا عندنا عواد نجيبوه. دونك انا نزيد، انا اللي كلوب كاع راحوا لي، ونزيد الاخر من بعد كيفاش، ومن بعد غير الخير ونسيني. نعم نعم يعني تنفي هذه قضية 40 مليون لا وهذه. كاش منها، انا رحت ديجا نحي 40، انا رحت انا رحت بليكي موت عليك الماسونال مين با سيفيل، رحت خرجت من اللوتيل هربت ريسكيت. وكان تما كان قريشي مع بلومي، كانوا تما كانوا في الصطاف، اي سون تري تري سيفر. والله غير هربت لهم وما قلت لهمش. نت صباح بكري رفدت الطونوبيل ورحت لعندهم في حد في وين كانت تيالاس تاع اسمه هذيك العاشور، بن عكنان. نعم نعم هذيك تاع بن عكنان وين كانت قديمه تيالاس قديم. رحت لتما وتلاقيت بهم وهدرت معاهم، قلت لهم انا جيت جبدوا لي كونتر انسيني هاكو، جبت لكم كارد ايدونتيتي نبصم قدا خلوني. قال لك اصبر وقدام منا. دوك هادي اسكو دوك اللي راهم يسمعوا فيا هادي ولا 40 مليون بدلتهم باش بدل. انا رحت، انا رحت عرضت روحي، كيفاش تقول لي بدلتهم ب 40 مليون؟ يعني ما تفاوش اصلا على الاموال وما كانش اللي ما كان والله كاين لا والله عقد لا ما كان والله حتى ما حاجه مع بدلت روحي. المولوديه. انا قلت لهم نعم ياك سينيا غربي، معليش سينيا وليلي تما غربي، وكان سينيا ب 1000 راك نسيني زعما سوا ديزا سينيتو نعم نعم الغربي معليش جيبوها وغربي. وانا تاني كنت ملاح، كنت مليح في الجايه، وكانوا عندي لي كونتاكت وقدام منا. وشنو حبيت نولي المولد يوم ما هو شاك فوا نحب نولي اكتر. للأسف. يقول لك سؤال آخر، موسمين 2015 محمد دراج يمضي في شباب الوزداد وضجة كبيرة تحدث في وسط شناوة بهذا الخبر إلى حين لقاء المولودية وشباب الوزداد، سجلت ضد المولودية واحتفلت بالهدف وهذا ما أغضب أنصار المولودية بتلك اللقطة، هل كان هذا مقصود أم فعل لا إرادي؟ بون قبل، قبل الماتش هذاك تاع مولوديا، انا قبل ما نسيني تاني في السير بي كنت اون فان. انا جبت كوارتي على البكري من الاربعه، كنت في الاربعه جبت كوارتي تاني جولي ريفونير، كنت حاب نولي وكيف كيف تاني ما كانش. باسكو انا فاش راهي غايدتني، علاش كاع، علاش كاع راحوا ولاو غير دراك ما ولاش؟ علاش الحاج راح عاود ولا، مقداد راح عاود ولا، مهدي قاسم راح عاود ولا، وكان معايا في الاربعه
وعاود يقول لا علاش انا غير الخير واش درت انا او كونترير ما درت والو ما شافوا مني العيب ما نطريني نروح لدارنا ما خلط ما وقا يحبوني الحمد لله ماشي زعما جور لي هذا خلاط ولا يدير المشاكل علاش انا ما عنديش لا شونس نولي علاش قا ولا معليش انا سينيت في سي ار بي سينيت في سي ار بي جا الماتش تاع مولوديا قبل الماتش تاع مولوديا لعبنا لاكوب في سبيف لعبنا لاكوب دالجيري في سبيف انا كنت في البون موان 50 البرد يقطع انا رجليا جامدين يا ودي واش نحكي لك يا ريتا ذاك الماتش خاسرين 1-0 5 مينوت لا فان 10 مينوت لا فان قال لي لونترينور شوفي شو بديت نشوفي ما كاش انا غير بديت نجري قال لي دخل دخلت بارد انا غير دخلت بوقر واخرجني فاس فاس خرجت فاس فاس بون باش ندريب ليه في لو بون كوتي ديتها السونس كونترار وانا لابوي ما عنديش رجليا باردين خضر يجبدها لي وعطينا الماتش خلاص الماتش جاو لي لي سيبورتور في لا ريبريز انت خسرتنا انا لعبت 5 مينوت رطيت فاس فاس الناس 90 دقيقه انا خسرتهم معليش انت خسرتنا وقدام منا يا ولا كوب وراي جاي وانت تحب مولوديا وانا شاك فوا يديروا لي التيكي اكثر فوا نخسروا دراك يحب مولوديا انا دي تيكي على مولوديا بصح انا ما دي والو شغل ما وكان غير زعما لعبت 10 سنين ولا 20 طون في مولوديا هما قال لي كلوب كي نخسروا يجوا يدوروا عليا انت تحب مولوديا وانت تحب قدام وانت تحب. وانا ما كان والو ما وليت ما لعبت فيها ما كان والو ليسونسيال سمعنا كومبلي وما يسبوا فيا انت خسرتنا وكذا كان الماتش تاع مولوديا هذاك تاع الماتش كيف كيف درني في البون ترينر نوضني 40 مينيت وانا نشوفي شوفيت وانا نشوفي 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 مات 0-0 لا بريسيون لا بريسيون مي انا جفولي جفولي شغل حبيت ندير حاجه في الماتش هذاك باش نبين بلي نسهل نلعب يعني الاداره سابقه ماشي الانصار اه جامي بصح انا ما فرحتش انا بكيت من لابريسيون انا بكيت شغل انا كي ماركيت دخلوا لي بزاف صوالح في راسي انا واحد وكان يشوف البيت امور البيت انا ما فرحت ما انا رحت ديريكت هكذا وطحت في الارض بديت نبكي بس كل شغل دخلوا لي بزاف صوالح شغل ما شغل ديجا لا بريسيون اللي جوزتها سمانه وكونتر ليكيب تاعك كلوب دو كور شغل بزاف تخلطوا لي الامور وانا ما فرحتش كاع ما فرحت ما والو انا اللي كنت شوف تعاود دير فيديو انا ديريكت غير ماركت بديت نبكي وخلاص من بعد بدا الماتش من بعد خلاصيتو مي سينو ما فرحت ما درت جا سعيان ما الاخر او كونترير فوالا دراك يقول لك تصريح في احد الجرائد يقولوا باللي دراك كتبوا عليك في احد الجرائد يقولوا دراك يخفي قلبي للسياسي عندما امضيت في السياسي هل صحيح انك صرحت هذا التصريح تو سكي جورنال ايفو ايفيتي الصح كاع في الهضره انا وكان سمعتني نقولها في جورنال انا في دوكا باغ اكزومبل في غيليزان يديروا دي زارتيكل دراك زعما يهضروا في غيليزان ولا كي كنت في سيار بي يحطوا هكا وانا ما هضرتش كاع يحطوا شوف جورنالي فو ايفيتي انا كيما داروا لي تيكي تاع 40 مليون يقدروا يديروا كلش دوك يهضروا سياسي ولا الاخر والناس كاع على بالها بلي كلوب دو كور تاعي سي مولوديا انا تربيت في حومه تاع مولوديا وكنت نروح ندي بلاصي نشوف مولوديا شغل ما الناس كاع على بالهم دونك فوالا نعم وانا دي تيكي بوريهم نعم سؤال آخر يقول لك هل تظن أن عمر غريب ظلمك في المولودية؟ ما ظلمنيش أنا ما ظلمني ما جي باسي دي بون مومون معاه أبري سي هو يديفوندي لانتيري تاعو وأنا فوالا جي سيني أير والحمد لله دونك ما يما با بريزي لا كارير ولا أو كونترار فوالا هو اللي يشوفني انا ماشي سينيت مولوديا باسكو عيني خضوره ولا زروقه ولا شعري اصفر باسكو كنت نلعب مليح ابري كي تبليسي سي نورمال يحوسوا على مخرجهم شوفوا واحد اخر يجيب واحد اخر خير قدام منا عادي جدا او كونترير بور ما شوف عمر غريب لا فورس تاعو سي يبروتيجي لي جوار شغل جوار كي تلعب كي يكون عمر غريب شغل اكم بروتيجي شغل تلعب الاس وانا يداروا ماركت جامي شتو كريتيكا كجوار وبورتو كانوا يجوزوا باساج افيد ولا دي ماتش والو يخسروا قدام مي جامي جامي تير على كجوار او كونترا توجور يبروتيجي الجوار هذا ما كان سينو نو فوالا سؤال اخر دراك انت من اللاعبين المحظوظين في البطوله سنه 2008
توجت بها مع شبيبة القبائل، من قبل ذلك توجت بها مع الوامر في القسم الثاني، وبعد ذلك مع المولودية سنة 2010. نقدر نقول كنت فعل خير على الأندية المتواجدة، حدثنا على ذلك. والله وزيد بجاية بصح، زيد تعب جاية، هذه تعب جاية باسكو جاي الله كلاسينا تسلم. بجاية كلاسينا برومي مع ستيف، نعم وقولا نعم فيراج قولا فيراج احنا خير منهم. وشنو راك تعرف الجزائري رحتوا يديروا قولا مركز ثاني. يديروا قولا فيراج تاع الي روتور، ما كانش منها باسكو في لا فيفا، وكانت تضرب تلقى جي اس ام بي هي برومي، وهنا يديروا تاع شغل الي روتور زعما شحال شغل بين لي دو كلوب، شحال داروا. دونك فوالا نورمالمون جاي انا ثاني شامبيون مي نعم بون. تقدر تحسبها. والله غير الحمد لله، واش انا في لي كلوب كاع وين لعبت مديت افون، وين مام لي سوبورتر دوتر كلوب ما شافوا مني والو، او كونترار كنت نشم اختريك، وما تسمى ما عندهم ما داروا عليا والو، ولا تسمى ما هضروا فيا، ولا كونترار الحمد لله وين رحت كاع فرحتهم. ان شاء الله ان شاء الله راني في غير لي زام دوكا، ان شاء الله نكملوها باكسيسيون بيان ربي يوفقكم إن شاء الله. يلا. مقربين منك يقولوا أنك مناصر للمولودية، هل هذا صحيح؟ منذ القدم يعني، ماشي حتى وين لعبت المولودية. باينه يا بيان سير بيان سير، قلت لك انا تربيت في حومه مولوديه، راك تعرف بو اسماعيل كامل نص السنه شويه قال بو اسماعيل قال يا عم بو اسماعيل، قال يا عم بو اسماعيل دقات نص السنه فوالا بيان سير بيان سير. يعني كنت تتنقل مع الفارق كي كنت صغير قبل ما تبدأ مشوارك الرياضي. شفت الماتش داروا 1-1 جو بونس، نهار عندي الاخر شفت ما اللي دار زغدوت كوتسي زوج بدهم جبدهم، كان قدامي كانت داخله مع مولوديا نعم لعبوا الدربي، انا جبدهم دار كوتسي زوج بدهم من لالي، انا كنت تما في الفلومبو نشفى ذاك الماتش نشفى، كنت صغير مي بون مي كنت ندي نعم بلاصي. لماذا لم تحترف خارج الوطن دراك؟ بون دو فوا رحت خطرة لديجون، اي بي قعدت عندهم 15 جور عجبتهم مي تو، مي في لي نيغوسياسيون ما تفهمناش، وي تو ان بون جوار مي تو سي توجور لالجيري، من لالجيري لا با على ليبوك كان زعما شغل لي جوار زعما لو نيفو اي تو من هنايا فوالا، ما تفهمناش مدوا لي ان سالير ان بتي سالير، وانا كنت في مولوديا سان جوي الزهو الغنى لي تيفو، ما قلت لهم غير ميم دي جون شغل كنت في ناسيونال دو ماشي تاعي. نعم ولا منذ دوزيام فوا موسم. ولا نعم دوزيام فوا في لا دوزيام فوا في رحت لا تركي كان كيف كيف ما تفهمتش، وعليها وعاود وليت رينوفليت مولوديا اون 2011. نعم منذ موسم 2011 مولودية الجزائر لم تقنع في الهجوم، يعني ما شفناش مهاجم صريح، هل هذا يرجع للمدربين ما يعرفوش الانتداب ولا راجع للمسيرين؟ والله شو نقول لك، براتيكمون تو لي بون جوار تاع الشامبيون لعبوا في مولوديا دوبي، مي ابري لو بروبليم والله جو سي با جو سي با بيتاتر، انا جو بارل دو سيت اني نحكي على هذا العام، هذا العام يا اون بون ايكيب وراي دوزيام وعندهم ماتش روتار، ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يدوها. دونك فوالا تو تي بوسيبل، ما كاش حاجه اللي حاجه واعره عليهم هذا العام ان شاء الله. إن شاء الله. يقولك أعطينا 3 لاعبين لعبت معاهم في المولودية ما تقدرش تنساهم. كاين بزاف، كاين ثلاثة شغل ثلاثة مباتوا لي لا باغار، نو كاين بزاف، كاين يعني إسماعيل 3 كنت تتفاهم معاهم في اللعب تاعك، كنت مقرب ليهم، كنت ما والله توليش كاع لا حنايا، باغار، ما يقدروش يحسدوك في سؤال هذا. نو مي سؤال كاين تما كنا جروب كاع، كنا جروب كاع، واش تحسب يحسب زيما بابوش زدام كوليبالي ومن حركات وبصغير كودري بوشامة بومشرة عطافان انا الحاج عمرون، كيفاش ما تفاهمش؟ تتفاهم معاهم كاع سي نورمال، مع من ما تفاهمش، وسيرتو لا لينداتا كانت عندنا اون بون لينداتا مقداد، دونك فوالا
نعم. دراك في 2010 كتبت في قميصك جملة، كي سجلت ثنائية أمام باتنا بانت هذه الجملة، هل هذا مؤشر على رحيلك؟ ميرسي مولود يعني. نو انا درتها il faut profiter من لي بون مومون. انا جوز تاع سيزون لي استغفر الله يا ربي، ما كانش لي جو ليا انا ليا ما كانش لي دار سيزون كيما لي جوز تاع انا، ماشي في اللعب ولا شغل، زهد. ما زهيت، نعم. ما زهيت، ماشي زعما انا كنت نلعب مليح، نو شغل ما زهيت مع الغاشي العياط، شغل الغنى بيان تدخل على بالك بلي راح تربح اليوم، لحقنا ان مومون ولعبنا بلا نربحو، شغل بيان كونفيون قصروا كاع بيناتنا نضحكوا ابانا بلا نربحوا، دونك فوالا شغل جي باسي، وحبيت نبروفيتي باش نرمارسي لو بوبليك، هذا ما كان سينو سيتي با دو ما تيت، لا نروح ولا ما نروحش ولا صوالح، داير رينوفليت عادي. نعم. دراك، ما هي قصتك مع روراوا والمنتخب المحلي بعد إصابتك التي كانوا يقولوا إصابة مثل تاع مراد مغني ما تبرعش؟ يعني هل وقف معاك روراوا والطاقم الفني تاعهم والطبي ولا غماوك؟ بيان سور داوني للاسبيطار، رحت للاسبيطار وين درت ريدوكاسيون، مي جوري دو موبيري، كانوا اوبيراوني خير، كانوا اوبيراوني نتهنى منها الريبراني، بس كان عاود اوبيريت موراها والحمد لله، مي كي رحت للاسبيطار بوتيتر لا سول فوت، بون ماشي تاع راوراوا ولا هما داوني للاسبيطار، وما البروفيسور اللي كان تما قال لي سا نيسيسيت با اون اوبيراسيون، قال لي دير برك لا ريديكاسيون ابري اموا نشوفه، انا كوم عندي لا ميسكولاتور كبيره وده تما الحمد لله، شغل تم ريبوند الميسكول تم ريبونديت، وما بالهم سي بون، عاودوا بعثوني للجزائر وين لعبت كالك ماتش وين عاودت رشيتيت فوالا، الحمد لله على السلامة. على الحمد لله. نصيحتك للمهاجمين الحاليين للمولودية مثل فريوي، بوردي، نقاش، ولاعبين لهم طالعين؟ والله وش نقول لك، ما عندي ما نقولهم، سي دي بون جوار وعلى بالهم واش راهم يديروا، ابري سي دي شوف مولوديا سي ان غران كلوب، اي باسكو هاد الباساج اي ايكيب جوز باساج افيد، بصح مولوديا كي جوز باساج افيد يرجعوا خلاص، اين الخلل؟ الخلل في اللاعبين، الخلل في الاداره، عادي جدا، راهم دوزيام وعندهم ماتش روطار وداروا دو بون ماتش، عندهم شحال وما يلعبوا مليح، يجوزوا دي باساج افيد، انت ماكش ايكيب البارسا الريال هم يجوزوا ما يلعبوش مليح، وبعد يعاودوا يديروا بريني، بصح في مولوديا شغل كي ما يلعبوش مليح يرجعوها كبيره وكذا، هذه هي كرون كلاب سي سا، مي بون يفو كي كونسونتر غير على نو سي دي بون جوار، على بالهم شنو يديروا، ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله. يقول لك مولودية الجزائر بطولة كل 10 سنوات، ما هو السبب وهل تظن أن هذا الموسم لو تكمل مباريات البطولة قادرين توجوا بها؟ بيان سور 3 بوان فيك ماتش روتار، بلا ما نقصوا قيمه تاع سي ار بي، عندهم تري تري بون ايكيب، وستيف تاني ميم لا جي اسكا، مي بون عندهم دو غروند شونس يدوها مولوديا، بون بيرسونيلمون انا ماذا بيا ان شاء الله، دونك فوالا ان شاء الله ان شاء الله، سيرتو عندهم بزاف لي ماتش في الجي جو بونس، كاين بزاف لي ماتش تاع مولوديا، نعم. فوالا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا هذا العام. نعم. لماذا لم تحترف ولم تذهب إلى الخليج مثل ما فعل زميلك بوغاش؟ ما حبيتش، عندي لي بارون تاعي ما نقدرش نروح نخليهم، عندي انا شوي طرو اتاشي لي بارون، هذه دنيا، ما الحمد لله انني في الجزائر هنايا، علاش نروح البلاد اللي على بالي بشي مش راح نبروغريسي فيها، مام زعما دراهم ولا كدا، عادي جدا نلعب قدام مي بارون دي دعوة الخير والحمد لله. دراك يقول لك مدافع كنت تخوف منه في البطولة الجزائرية، مدافع والله لعبت بلوجور ديفونسور، مي بون اللي كان فريمون فريمون اللي كنت اللي كان سوليد على ليبوك اكساس، يقول لك مباراة
اتحاد عنابة ماذا تذكرك؟ ما دي مارش تاع شامبيون هذيك، هذاك هو الماتش تاع شامبيون. بديناها بربعة وكملناها بربعة. نعم، كلمة للفيرا الشيخ. إن شاء الله وش نقول لك، بلغ لهم تحيات تاعي والله، وإن شاء الله يكملوا هكذا، يزم يقفوا مع ليكيب في المليح وفي القبيح. على بالي بلي هم يديروا خدمتهم، ان ميساج تو لي سوبورتور يقفوا مع ليكيب. او كونترار، ماشي غير كي تربح، كي تخسر تما يزم، ماشي زعما غير تخسر يطيحوا عليها والسبان وكذا، نو. كي تخسر تما، باسكو حنا شو الجوار الجيريان يمشي بلافيكسيون. حنا جوار، ميم حنا كاع الجزائريين، حنا كي تجيني تهضر معايا بالعقليه عينيا نعطيهم لك، بصح كي تجي تعيط وكذا منا شغل خلاص نغلق راسي، نولي موسواس، نولي كذا، نولي ما نرقدش. فهمني، فو كون شونج هاد لا مونتاليتي، باسكو ميم في لي كلوب كاع، غير هنا في الجزائر اللي نجو نسبوا لي جوار، نجو كدا، نجو من هنايا على ان ماتش، ومن بعد كاين 30 ماتش، تخسر ماتش تزيد تربح، نورمال عادي. نعم دراك، هل أنت مع ثورة في المولودية وهي ترقية الشبان؟ يا سير سي المهم، حنا شامبيون ديناها بليجان عام عام، بدبودا، كودري، بوشا، مع عمرون، عبيران، كانوا بزاف لي جون، بن سالم، فوالا بيان سور لي جون، يديروا كالكو بون. لي جون وحدهم ما يقدروش، وحدهم سي تري تري ديفيسيل، يلزم لهم وقتيتو، مي يفو لونكادري افيك دي جوار ديكسبيريونس كدا. فوالا كيما راهي دوكا. دراك، هل تتابع شبان المولودية الجدد على غرار اللاعب السابق لشبيبة القبائل دحلال ولاعب اتحاد العاصمة السابق رحماني لو هداف الرادف؟ وكاين والله انا اللي نحبه كمان جون كدا، نحب نعرس نعم والله، اللي وجه يعجبني له تحية أو مع الأكابر. والله نسلمو عليه، والله انا يعجبني، وفوالا كمان جون ان شاء الله. على بالي ربي بلي يوفقه إن شاء تبليزا الله. الى باسي دي مومون ديفيسيل، ان شاء الله يريبروني، على بالي بلي يريبروني ان شاء الله. نعم دراك، يقول لك أنصار المولودية غاضبون منك غضب شديد بعد القيل والقال، ماذا تقول لهم في هذه من هذه الصفحة؟ والله دوماج دوماج، كاين بزاف لي رومور والناس تهدر، كاين بزاف ناس حبوا يشوهوا الصوره تاعي، مي الحمد لله انا ما او كونترار، انا ما في حياتي كاع واحد ما درت فيه الشر ولا عفسه ولا، الحمد لله. دونك فوالا ما كاش منها كاع، واش راه اللي تملي هذو تاع القيل والقال، ما كاش كاع منها. او كونترار بارابور ليا والمولوديا، انا جي في دي زيفور باش نولي، وجامي بدلتها ولا كدا، ماشي خطره ماشي زوج، كنت حاب نلعب فيها. دونك فوالا، دونك ماشي حاجه اللي تما، اللي هادو اللي يحبوا يهضروا منا ربي يهديهم. كلمة لمجلس الإدارة السابق وعلى رأسها السيد كاوا. والله غير واش نقول لك، il a fait peut-être pour lui il a fait le bon choix les signes voilà il a جاب un très très bon joueur يحيى شريف، شكون ما يعرفش يحيى شريف؟ donc voilà peut-être il a fait la bon choix. كنت حاب نسيني انا ويحيى شريف en même temps، ماشي واحد بيناتنا، كنت حاب هو يسيني ونسيني انا تاني، وباش تكون عندنا لاطاك زنزله، مي هما خيروها هكذا. والله سي دوماج، بالطبع. مي بون سي سا، سي سا نعم الفوتبول. دراك، لقاء شباب الوزداد مولودية الجزائر 2010، الكثير من اللاعبين يتهموكم بترتيب المباراة هذيك، والكثير من الأنصار هدروا فيها وخرجوا حزنانين، صرا اللي صرا هذاك اللقاء، ماذا تحدثنا عليه؟ والله ما خدمنا ماتش ما والو، انا نهضر اون نون دو تو لي جوار، لعبنا افون وراطينا العجب، ما حبش تدخل سي سا ماتش بريسيون هكذا، سا في ريان دير. ابري هما بيناتهم الله يسهل عليهم، حنا لي جوار والله ما خدمنا، نهضر انا مش عليا، نهضر كاع باسكو حنا كنا جروب واحد، ما كانش اللي خدم ماتش، لعبنا افون باش نربحو، ما كتبش الله
هذا ما كان والله، ما مدينا لهم، ما خلينا هم كذا، احنا راضينا العجب، واللي عاود بالك اللي عاود يعاود يشوف الماتش، تشوف كيف لعبنا، ما حبيتش تدخل، و ميم لا بريسيون تاع الغاشي، يلزم تربحوا، يلزم بالك، هذيك خرجتنا من الماتش، كنا وكان بالك ما دارولناش لا بريسيون، كنا نلعبوا لعبنا ندخلوا بها كيما مداري، بصح كي دارولنا لا بريسيون حنا ولي حبينا نماركو اتو بري، بالك سي بور سا اللي ما اللي خلاص الماتش 0-0، مي باش خدمنا هنا نقول لك رانا صايمين، رانا في رمضان، والله ما خدمنا، ما كاش نعم انا نهضروا نونتو لي جوا. دراك، موسم 2010 توجنا بالبطولة قضية الدرع، يعني البطولة كانوا دايرينها باللي ماشي المولودية، واش تقدر تقول عليها هذه؟ كان مكتوب فيها سطيف وقيلة ولا نعم، مزيان، وما راح شرى واحد اخرى سوسمي، راح شرى واحد اخرى كبيرة شام تاع ليغ دي شامبيون هذيك. وكان مصلوع هذاك الباش. هذه انا في البطولة الجزائرية، واش تاني واش تقدر تقول لنا على هذاك اللقاء؟ لقاء شباب باتنا بوغاش درا. او كيفاش حبيت ما نكتبش مارسي مولوديا، سبيكتاكل الغاشي، الناس تغني، الناس زاهية، اللي جاي مع وليده، اللي جاي مع يودي، تقدر تيماجيني كاع، كيفاش حبيت ما تزهجش تاني، وعم بك غير احنا نفرحوا الغاشي، الغاشي تاني فرحنا، واش عم بالك احنا تاني كي ندخلوا الاستاد الغنا والاخر، ماشي تربح باربعة، كنا قادرين نربحوا ثمانية كاع. نعم، هل دراك طموح في الخوض في مجال التدريب مستقبلا؟ مانيش مايش في راسي، مازالني نلعب، مازال الحمد لله، لا الفيزيك مازالو، دونك فوالا ابري بوتيتر ابري 3 ولا 4، مي بون بور لانستون والله ماني نخمم في كاع التدريب ولا عفسه، مازالني نلعب، دونك مازالني نقدر نمد، مازالني نجري نلعب 90 دقيقة الحمد لله، دونك فوالا مازال ان شاء الله. نعم، كلمة أخيرة لأنصار المولودية وعلى صراحتك هذه. ان شاء الله قلت لكم سي لا فيريتي، ما كذبش انا، سي لا فيريتي، الحمد لله، ميرسي بوكو انتوما اللي مديتو لي لوكازيون، وين بينت بزاف صوالح، جوري دو فار سا افون، مي بون تي على بالك تخاف تهضر في الجورنال يعاودوا يزوقوها لي كيما زوقوها لي تاع 40 مليون، فوالا نعم، دونك قضية 40 مليون تنفيها وتقول بلي أنه صحفي ولي دارها، ماشي حتى أنت هدرتها ولا ديكلاريتها الواحد، ولا يعني صحفي مع تواطؤ مع الإدارة هما اللي كتبوها. بيان سور بيان سور، الصحفي كان على باله كلش، كان على باله كلش، الله يسهل، الميساج لي سوبورتور ما كانش من هذيك كاع تاع 40 مليون، وانا درت لو برومي با، وما ما ما كان عندهم ان اوتر شوا، ولا كيستيون علاش كاع ولاو غير انا ما وليتش، انا هادي شغلي مازالت غايدتني سيتو، سينون الحمد لله انا لعبت عامين في مولوديا، وين الناس راهي ديزون في مولوديا ما جوزوش، وجوزت انا هذيك الفرحه بلا، باسكو الحلاوه تاع الشامبيونه صح، سي فري كوب دالجيري، سي كوب دالجيري تاع الشامبيونه حلوه، باسكو عندك 30 ماتش، و30 ماتش وانت مع البوبليك تاعك تطبع، نعم، فهمني شغل واحد اون ايكيب كي تدي الشامبيونه سي حاجه، دراك نشكرك على كيف فتحت لنا قلبك وفتحت لنا صراحتك، عطيتها الكامل الأنصار، بارك الله فيك، مرسي نتمنى بوكو لك الله، التوفيق مع فريقك الحالي، وإن شاء الله ان شاء الله تطلعوا تحاول، إن شاء الله ان شاء الله الصعود يا رب، ان شاء الله ومزيد ان من شاء الله، التألق، بارك الله فيك خويا، الله يعطيك مرسي الصحة، بوكو للزوم، مرسي العزيز، الله صحة يعطيك سحوركم، الصحة، سحوركم، مرسي اخويا، يعطيكم صح الصحة، السلام الله عليكم. يعطيك.